اليوم اخترنا موضوع مهم جدا. انا اول وحده مهتمه به اليوم. غادي نتكلموا على القواعد الرئيسيه لتعليب الاغذيه. فاش وكيفاش؟ عجبني هذا العنوان كيف ما تكلمنا انا وسينا بالعياش قبيله. فاش وكيفاش؟ بحكم العمل اليومي ديال السيدات، لان السيدات هما غالبا اللي تيتقداو، فغالب الاحيان السيدات تيتقداو كميات كبيره، وبالتالي يجب الحفاظ عليها ويحتفظوا بها كذلك، يا اما في الثلاجة يا اما في الخزين بيت المونة او البلاكارد المونة. فهذا شيء كله له قواعد باش ممكن هاد الأطعمة وهاد الأغذية تحافظ على المكونات الرئيسية ديالها وعلى الفائدة ديالها. فما بين هاد القواعد الرئيسية ماشي ما بينها قناة نصائح الدكتور صحة تغذية جمال. كيفاش نبداو او نميزو ما بين اللي خاصو يمشي للثلاجه واللي خاصو يمشي للبلاكار مثلا؟ نعم صح سميره، وهذه النقطه هذه هي نقطه مهمه، وشرتي لان مع تغير النظام المعيشي ديالنا ونمط العيش ديالنا اصبحنا ربما نعلب الاغذيه اكثر من تنتناولوها. وهذا المشكل ديال التعليب الاغذيه هو يقدر يكون عنده نتائج سلبيه بشكل كبير بلا ما نردوا البال، لان واحد المصطلح جديد ربما المستمعين اول مره غادي يسمعوه، اصبحنا الان تنهضروا، لان كاين هناك التسممات الغذائيه العاديه اللي كنت عارفها، ولكن الان اصبحنا تنتحدثوا على التسممات الغذائيه بالمكونات الغذائيه، لي زانتوكسيكاسيون اليمونتير اللي جايين من لي كومبوزون اليمونتير، من الغذاء نفسه. وهذا يقدر يكون يا اما الغذاء اللي عطانا هذاك المشكل ديال التسممات الغذائيه، او اللي يقدر يكون اون ميغراسيون، يعني جا من بلاصه اخرى. هاد البلاصه اخرى منين غتقدر تكون جات؟ غتقدر تكون جات من هذيك البلاصه اللي علبنا فيها او اللي حطينا فيها هذيك الغذاء. والغريب في الامر هو ان الاغلبيه ديال الناس ما تيعطيوش بطبيعه الحال، لان الناس ما عارفينش هذه مساله، هذا وهذا هو الهدف من هذا البرنامج، واننا نوعيو الناس. الناس ما عارفينش ان بعض النقاط نقدروا نديروها، ومع مرور الوقت تقدر تكون سبب لا قدر الله في الاصابه بمرض من الامراض، وخصوصا امراض العصر اللي اصبحنا تنتحدثوا عليها الان، الباركنسون، الزهايمر، السرطان، القصور الكلوي، الكبد الى اخره. هذه امراض عندها علاقه بطريقه الحفاظ على الاغذيه. فباش ما نخرجش بزاف على الموضوع، الحفاظ على الاغذيه، شرينا اغذيه، كيفاش يمكننا ناكلوها، كيفاش يمكننا نعلبوها، فاش يمكننا نديروها، كيف ما قلتي كيفاش وفوقاش وفين وفاش وكيفاش. يعني اول جوج الحوايج اللي عندنا في الدار، كاين الكونجيلاتور اللي غادي تيكبر عندنا في الدار، وعندنا الثلاجه، وعندنا البلاكارد المونه. الوغ الكونجيلاتور انا نقول لك هي غالب الاحيان كاينه الثلاجه، الثلاجه فيها البلاصه ديال الثلاجه وفيها البلاصه صغيره ديال الكونجيلاتور. الناس اللي عندهم هاد الثلاجه هادي، انا طالب عندي الله يجازيكم بخير، هذاك الكونجيلاتور حيدوه، صرفوه حاجه اخرى، صرفوه سداري ولا صرفوه زربيه ولا ما يمكنش. السنة بالعياش انا تنقول لك انا سيده مغربيه، حنا تنهضروا على كيفاش وفاش دونك هذاك فاش، هذاك الكونجيلاتور الصغير كافي، ما محتاجينش الكونجيلاتور الكبير هكذاك. يعني الا كانت عندنا الثلاجه فيها الفوق والتحت يكفي، ما غنحتاجوش هذاك الكونجيلاتور الاخر. يعني بغيتي تقول بان الكونجيلاتور بوحديته ما خصوش يكون، علاش؟ لان هذاك هو الراس ديال المصائب الغذائيه. هو ديك الكونجيلاتور الكبير، علاش؟ لان ملي تيكون عندنا داك الكونجيلاتور الكبير، اولا في طريقه الحفاظ ديالنا على الاغذيه ما تتمش بطريقه جيده. يعني تيولي عندنا تنوليو نشريو بزاف باش نديرو بزاف باش نقادو بزاف، منين تنبقاو تنشريو بزاف اوتوماتيكمون غادي نديرو في الكونجيلاتور بزاف. فين غنديرو في الكونجيلاتور؟ يا اما تنديرو في البلاستيك، صحيح، يا اما تنديرو في بواطات البلاستيك، او لا الطامه الكبرى وهذه اللي غادي نشوفوها ان شاء الله يوم غد، تنديرو في الالومنيوم. واكبر مصيبه الان في الجانب الغذائي، علماء التغذيه كلهم الان تيشيروا ان اكبر المصائب اللي كاينه، وانا ما تنزيدش فيه بهذا المصطلح، اكبر مصائب كاينه الان في الجانب الغذائي هما البلاستيك والالومنيوم. وحنا غندخلوا للتفاصيل. سينبي العياشي، دابا المشكل على حسب كلامك ماشي في الكونجيلاتور، بل في الاواني او الاشياء اللي تنغلفوا بها الماكولات اللي تدخل الكونجيلاتور. هذاك الكونجيلاتور على سميره، اشنو الهدف منه؟ دابا حنا نهضروا يلا اش ندير في ديك الكونجيلاتور؟ انا تنشري اللحم مثلا ديال 15 يوم، مزيان. ما يمكنش ليا كل نهار نمشي نشري اللحم ولا الحوت، ولا لان في الصباح تنوض يلا تنفطر وليداتي وخاصني نمشي
الخدمه ما يمكنش ليا عاد باش نمشي نشري اللحم ولا الدجاج ولا الحوت. اللحم شنو عاوتاني كاين؟ بعد الخد قناه نصائح الدكتور صحه تغذيه جمال دار الموسميه اللي ما تسالنيش. احنا ولينا في مشكل دابا شتي، احنا بدينا زوين وغنكملوا خير. ما عرفتي شنو شفت انا وانا في الطايله. هنا فين كاين المشكل؟ دونك هنا دونك علاش انا قلت هذاك الكونجيلاتور صغير يبقى الخبز ما يمكنش دائما. الوغ علاش قلت انا الكونجيلاتور صغير يبقى؟ غنديروا فيه شويه الخبز وغنديروا فيه شويه اللحم ولا شويه الدجاج ولا شويه الحوت فقط لا غير، با بلوس با موا. حيت ملي تتولي تدير فيه مسمن وتدير فيه الحرشه وتدير فيه كعبزان وتدير فيه الفقاس انا ماشي ضد هذا الشيء. هذا الفقاس تديرو في كونجيلاتور باش تخرجو بحال ديال الماشي. ماشي ضد، ماشي ضد. مزيان يكون عندنا الفقاس في الدار، مزيان يكون عندنا الكعب غزال في الدار، ايوا، ولكن ماشي في كونجيلاتور. وراه تيخسر مزيان باش عاودي تصايب واحد اخر جديد. حيت واش حنا دابا بغينا ناكلو باش نعمرو كرشنا اولا بغينا ناكلو باش نستافدو؟ لا، بغينا نلقاو الماكله فاش نبغيوها. ما يمكنش باش يجيو عندك الضيافه تحط لهم الحلوه. هنا هذا المشكل ديال الضياف دابا، هذا هو المشكل، لان الناس ولاو عاطين قيمه اكثر لكل ما هو خارجي. يعني خاص الضياف يجي ويلقاو عندي هادي وهادي 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 وهادي. ماشي البصاره ولا الناس اللي تتقول لنا شحال هذه. مي فاطمة كانت تيجيو عندها ضياف تتوجد لهم حرشه ولا مسمنات وتيقبلوا على داك الشيء اللي كنا جمعنا وطوينا. دابا خاص الطبله يكون فيها 14 الشكل و25 نوع. ماشي هكا، ماشي هكا. علاش؟ لان نرجعوا للبساطه. هذيك انا ماشي ضد، انا ماشي ضد الحداثه، بالعكس انا مع الحداثه. انا قلت الكونجيلاتور يكون في الدار، ولكن الكونجيلاتور باش يكون ما قل ودا. لان شويه اللحم شويه الحوت شويه الدجاج وشويه الخبز صافي. الخبز غيكمل لي سيمانه. لا للفواكه لا للخضر. الفواكه اللي غادي نجيب السيمانه غنتقدى مره في السيمانه، راه الفواكه غنجيبها عندنا غتكمل ليا في الثلاجه، غتكمل ليا. الخضر غادي تكمل ليا. اما باش نبقى نقي جلبانه انا من شهر ثلاثه والجلبانه عندي باش ناكلها في شهر ثمانيه، وعندي الفريز من افغيل اللي داز باش ناكلو في سبتمبر ديال هذا الشهر ولا في جونفي. سير عوينتك معنا وصافي. سي سكي سباس، سي لا بيبار، سي سكي سباس. دونك هنا انا بعدا والله ما عندي في الدار، قسما بالله ما عندي هذاك الكونجيلاتور الكبير. عندي الكونجيلاتور الصغير، اما الكبير والله ما كاين. وفاش جوي جابوا لي كادو ولكن حيدته. الا كان عندك في الدار غيخلق لك مشكله. انا خصنا نعرفوا راه ما بقاتش في هذاك الفقاس اللي غادي ناكل، لان احنا رجعنا لها قبيله. فاش غندير هذاك الفقاس؟ وفاش غادي نقادو تماك؟ وفاش غيولي فيه؟ شنو غيدوز من هنا لهنا؟ وهنا فين كاين المشكل. الناس خصهم يفهموا بان باش نجيغيو الماكله ديالنا، اصلا هذاك الكونجيلاتور سي اون موفيز مانيير بور جيغي الماكله ديال الانسان. لان بعض الاحيان كاين في لا كاليتي كاين ما يعرف بلي كو دو لا نون كاليتي. هاد لي كود لا نون كاليتي حنا ما تنردولهمش البال. هذاك الكونجيلاتور مي غدير فيه ضروري غتلوح شي حاجه من داكشي اللي درتي في الكونجيلاتور. الاغلبيه للاسف ضروري تتلوح. للاسف نعم. علاش؟ غنعيشوا لو جور لو جور. تنضيعوا حتى ماديا يعني. حتى ملي تيكون عندك في الكونجيلاتور تتاكل كثر. مثلا جالس في الدار ما لقيتي ما يدار، جاك تتنوض تجبد من الكونجيلاتور. باغ كونتخ الا ما عندكش حليتي الثلاجه فيها خيزوه وما وتفاحه غتاكل خيزوه وتفاحه. ما غتنوضش تجبد داكشي اللي مخبع في الكونجيلاتور. التليفون تعيط الو. عرفتي سي نبي العياش راه كاين اللي سي تنقول كاين باش ما نقولش لك انا زعما ترفيسه شي المسمن مقطع موجود موجوده. ولكن كي تيجي ماشي بنين. لا انا الحقيقه قال انا هادي تنقولها ونعاودها. الحاجه اللي لا في الثلاجه لا في الكونجيلاتور ماشي بحال الحاجه الطريه. اكيد انا القزبر المعنوس انا ضد بعد القزبر المعنوس فاش يتقردو تتحطو في الكونجيلاتور. لا علاقه مع المذاق ديال القزبر المعنوس الطري، لا علاقه. لا انا شوف اختي سميره، مي غادي نتحدثوا على هذوك الاكياس اللي فين وعلى دوك الطرق ولا ديك هذا، غادي يبان بان في حقها هي. ما بغيتش نقول شي كلمه اخرى ولكن راهي تنرونوا. نعيشوا شوف نعيشوا لو جوغ لو جوغ. حنا ما كرهناش السيمانه ما نعيشوش ست شهور. واش دابا اثير انا ما جاري؟ لا انا متفقه معك ست شهور. لا جاريف با كومبخوندر ان واحد شاد. وعرفتي شنو دابا غادي في الامر؟ انا تلقاه تيفرك هذيك الجلبانه ياك في شهر ثلاثه ما كلاش واش جلبانه في شهر ثلاثه. اللي شراها تيديرها في الكونجيلاتور باش ياكلها في شهر ثمانيه. وكلها بعدا كلها بعدا في هذاك الوقت. هادشي كنا قلناها من قبل. شنو بغيت نقول لك؟ حاجه واحده اخرى اللي تنديرو في الكونجيلاتور سي الحمص فازك ديال الحريره تنديرو في الكونجيلاتور ماشي مشكل. راه شوف شي ملي غادي نهضروا غدا ونهضروا بعد غدا على غير ولي انت عندك الجواب. لان علاش؟ راه المشكل اللي كاين شي مشكله لا سميره اللي كاين الان. راه المشكل نعطيك مثال بسيط جدا. دابا الا دزنا حدا واحد السيد يدو ما نقياش
ياك وتوجد لنا الماكله ما ناكلوش من عنده. علاش؟ بديهي يعني انا موسخ لان غتعطينا مشكل ديال التسمم الغذائي. اكيد اكيد. الوغ التسمم الغذائي اللي يقدر يجينا من ذات السيد هو مشكل هو خطير ولكن اقل خطوره من مشكل ديال تسمم غذائي ناتج على مكونات اخرى اللي تقدر تلصق لنا في الماكله ديالنا. بحال اقل خطوره من ماكله هذيك الرفيسه هذاك المسمن الرفيسه اللي هضرتي عليه ودرتيه في البواطه البلاستيك ودرتيه في الثلاجه. اخطر ما كاين. قناه نصائح الدكتور صحه تغذيه جمال. لان من بعد ملي غادي تجبدوا راه ما ضروري كاينه اون ميغراسيون ديال هذاك لي كومبوزون د البلاستيك غادي يمشيو او الالومنيوم او فهنا خاصنا نردوا البال. احنا تنقلبوا على النظافه ولكن الناس يسحب لهم بان لانتوكسيكاسيون اليمونتير اولا الوسخ ما تيجي غير في هذاك الشيء اللي باين ولا فوالا اكزاكت الوغ كو كاين شي حوايج ما تيبانوش هما اكثر خطوره لان شوف ملي تاخذ هذاك الميكروب تجيك اون دياغي ولا هذا وفوميسمون تاخذ دو تتبرش شي ان يا بيغو كو لو كي دور ياك دوز على الواد الهاوري ما دوز على الواد اكزاكتومون فوالا لهذا طرق الحفظ شحال هذه كانوا شحال هذه زمان كان هناك مجموعه طرق الحفظ يعني بحال العداس الحماص لوبيا هذو امور ما تتخسرش يمكننا نحافظوا عليها زيت البلدي ما تتخسرش تصور سنديرو في الكونجيلاتور دابا باش يكون فاز ما خصوش يدار في الكونجيلاتور سميتو العداس الحماص لوبيا الفول جلبانه الزيت البلدي هذه امور تتبقى ما يمكن ما تتخسرش الامور اللي تتخسر من الافضل هذيك الثلاجه خاصها تكون ما قل ودل الخضره ديال الاسبوع للناس اللي ما قادريش العيالات اللي جالسين في الدار خصهم يخرجوا يتقداو كل نهار ملي تتمشاو هي ديك 30 دقيقه ديال منها راه شوف سواء في الجانب البدني سواء الجانب النفسي لان هناك دراسات الان تتهضر في اوروبا على المشكل ديال الاكتئاب اللي ولا نتيجه عدم ما بقاش ذاك الحوار ما بين البيع والشراء ديال اش اخبارك لاباس عليك نقص 10 ريال زيد درهم لا زيد هادي والبارح راه جانب نفسي مهم جدا لهذا فالناس اللي عندهم هذه الفرصه هذه سي فغي كئيب انك تمشي للسوبر مارشي وتبقى تهز في الكادي ديالك شي بحال تمشي عندك تخيل معايا مول النعناع هذه 5 سنين تمشي تشري من عنده النعناع صحيح صافي تطبط على با دو بخي راه نهار ما تجيش يسول فيك ونهار اللي ما تيجيش هو تتسول فيه ولا مولفه تجي معاك السيد اللي غيقول لك فين هو السيد اش خبر اش ما جاش انت صيفطوا لي حقد الجلبانه هذه شوف راه حنا ما تنردولاش البال ولكن سوغ لو بلون بسيكولوجيك قسما بالله سي امبورطون لان تمشي عند مول بطاطا وتمشي عند مول خيزو نقص 10 ريال نقص درهم راه مي كاتجي يعني كلها ربح هذه القضيه ديالك كلها من الاول ديالها حتى الاخر ديالها تتخرج تمشى تتخرج ماكله جديده تتخرج لهذا فنحاولوا نرجعوا لهذا نحاولوا نمشيو للجوطيه هذيك الجوطيه اللي من المفهوم ديالنا المارشي السوق نمشيو نتقداو الناس اللي ما عندهمش الوقت ممكن انهم الاسبوع اذا للتلخيص فقط فالكونجيلاتور او المجمد ما فيها باس ولكن غير هذاك الصغير اللي كاين في الثلاجه بركه نكتفيو به نديرو فيه غير الحوايج المهمه جدا كيف ما قال سينا بالعياشي شويه اللحم شويه الدجاج شويه الحوت وشويه الخبز ياك حوايج حدا اخرى كالفواكه الخضر لا نتفاداوهم ناكلوهم في الموسم ديالهم نحاولوا نتقداو ما قدرناش يوميا نتقداو اسبوعيا بالنسبه للسيدات يعني اللي تيخدموا كل نهار وكذلك المشكل راه ما كاينش غير في المجمد فقط المشكل كاين في الاواني او لا الاشياء اللي تنوضعوا فيها الماكولات ديالنا انها تجمد